السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نرجيكم كيف تبحثوا عن بيوت للشراء بكندا. طبعا ينصح انه يشتغل مع ناس اخصائيين، ولكن يجب أن الواحد يكون عنده فكرة عن مواصفات البيت اللي بده إياه، بأي منطقة، موقعه، قربه من باصات النقل الداخلي، قربه من المدارس. يعني هاي المواصفات كلها لازم محدودة، طبعا إضافة إلى نوع البيت. والكل يعتمد بالنتيجة على المبلغ اللي الإمكانية المادية للشخص اللي يحب يشتري البيت. فعلى سبيل المثال هاي الويب سايت هاي لكل كندا، ولكن حصرا هنا دخلنا مدينة كالجاري. ف مثل ما تشوفوا هيك، بس تدخلوها تبحثوا عنه، اسمها realtor.ca زي ما انكم شايفين هون realtor.ca. دخلوا كالجاري، ففي خيارات مثلا اذا الواحد بده يحصر النوع، كم عدد الغرف، كم حمام، كم كذا. فهون يبين الاسعار لكم، أو العنوان، عنوان البيت وسعر البيت. على سبيل المثال هنا مثلا إذا كبسنا على هاي، يأخذنا على الصفحة الخاصة، فيعطيك عنوان البيت، طبعا المبلغ اللي طالبينه، هون كاتبين مواصفات، تقرأ المواصفات للبيت، شو كاتبين عنه. هنا ملخص سينجل فاميلي، يعني بيت شو اسمه، يعني عائلة واحدة، يعني مو شقة. أو هون في أنواع، في عندك شقة ابارتمنت يسموها، في شبيهة بالشقق بس يعني أكبر شوي، وهيك كمان تجمع بناء، يعني ضمن بناء يسمونه كوندومينيوم. وفي الدوبلكس أو سيمي أتاشت، يعني الدوبلكس هم اثنين بيتين ملصوقين ببعض، فيعني مش يشترك فيهم الحائط. هنا عدد الطوابق، يعني طابقين ستوريز، طابقين. هون المساحة بالقدم مربع مساحة، هنا اسم المنطقة اللي موجود فيها، وهاي السنة، هاي هون هاي السنة اللي هون ضريبة العقار بالسنة 4211.24. هون الجراج دي اتاش، يعني منفصل، ويعني بالخلف مو متواصل مع البيت. هاي شغلات تعود إلى أنه يعني أنه ملكية خاصة. وهذا تقريبا هون بهاي حاطين لكم مساحة الأرض، يعني اللي معمر على البيت، وهاي كم يوم أو الوقت اللي صار له من حطوه على شو اسمه. هلا هذا جديد بس صار له أقل من ساعة 57. فمثل ما شفتوا هنا نوع عدد الغرف، حاطين عدد الغرف فوق الأرض، طبعا 3 غرف، غرف الحمامات عدد 3 وواحد جزئي. هون حاطين شو شغلات الموجودة متضمنة بسعر البيت، يعني أدوات كهربائية، عندكم غسالة، براد، فرن على الغاز، ديشواشر، غسالة صحون، واين فريج، يعني هذا
براد خاص للخمر، منشفة مايكروويف، هاي الشفاطة مروحة شفاطة بالمطبخ، وهون الغلاف هاي ويندو كفرينجز، شو اسمه غلاف تبع الشبابيك يعني البرادي، هنا شو اسمه مواصفات أخرى، باكلين يعني في ممر خلفي، يعني النوع دو الباب نوع معين، مساحة حاطينها هون، هاي المساحة هون حاطينها، عندكم شو اسمه القاعدة وقاعدة البيت اسمنت، والمثل الكاتبين التصميم تبع البيت هنا، والإطار البرواز البيت يعني مصنوع من الخشب مو القرميد، في عندكم شو اسمه مكيف هواء مركزي، عندك فاير بليس هذا الموقد الحراري على الغاز، في عندك التدفئة بالهواء الساخن، وهذا الجدران الخارجية شو مصنوعة قريب من الباركس والأماكن اللعب الأطفال والهيك، هون حاطين لكم الغرف، شو الغرفة هاي والغرفة، وشو مساحاته هاي بالقدم يعني كيتشن فهاي غرف، وهاي الغرف هذه على الطابق الأرضي، هون هذول على الطابق الأرضي، هاي شو المين فلور الطابق الأرضي، الأبر ليفل هو الطابق الثاني، هون عندك السور تبع البيت كامل، هون عرض البيت، عرض الأرض مو البيت، الأرض 7.61 متر، وعمق الأرض يعني طولها هيك، طولها لورا وقدام هيك، وعندك حديقة هاي هي، هاي عمليا المواصفات. طبعا نرجع للصور، هون في هاي فيديو يحطونه يسمونه بثلاثي الأبعاد، يعطيكم شو اسمه إذا نكبس هاي نعمل هيك، هاي تعطينا مواصفات البيت من الخارج، هذا مواصفات من الداخل، المطبخ مواصفاته، يعطيك فكرة يعني قبل ما تروح تشوفوا إذا عجبك ولا لا، الألوان الأرضية مثلا يعجبك اللون، هذا بيت على ما يبدو ملونين من جميع النواحي، هذا أخضر هنا أصفر أصفر أصفر، هاي الأرضية، هاي مطبخ هيك عاطينك إياه حتى تشوف شو إذا يعجبك بعدين تتصل بهذا الأخصائي اللي عادة بكندا، المشتري لا يدفع مصاري، البائع يدفع مصاري للسماسر الاثنين، السمسار تبع المشتري والسمسار تبع البائع يدفع لهم اثنين، المشتري ما يخسر من جيبه شيء، ولكن بالنتيجة طبعا هي متضمنة بالسعر يعني. هيك البيت، تفرجوا على شو اسمه هذا الموقد الحراري، هذا عرفت كيف شو اسمه اللون الأصفر، هذا الطابق الثاني، كمان ألوان صفراء وما لك في الصفراء. أوكي سو نصغر الصورة، سكروا هلا ونروح مثلا على نشوف على سبيل المثال هذا البيت، هذا البيت
مثل ما انكم شايفين الجراج راح يكون بالخلف، هذا البيت الجراج راح يكون بالخلف. نشوف اذا في حاطين صورة للجراج بالخلف، اذا كان او يجوز احيانا ما يكون في جراج، يكون صاحب البيت مو معمر جراج، فاحتمال هون هاي من خلفية البيت حاطينه مستودع هذا للأغراض، فصاحب البيت مثل ما انتم شايفين ما في جراج هون بهذه الحالة. ف شو اسمه هذا بينما هذا البيت مبين هذا الجراج، هاي الجراج شايفين، هذه هو باب الجراج، هاي باب الجراج وملزوق هذا يسمونه، متصل مع البيت وبمقدمة البيت مثل ما هون كمان تتفرجوا على الصور. شوفوا البيت وبعدين إذا عجبكم من حيث شو اسمه الشغلة الثانية، طبعا صور كثيرة شو اسمه للبيت. الشغلة الثانية تشوف ممكن تشوفون الموقع، إذا ضغطتوا على هاي يبين لكم موقع البيت، موقع البيت صاير هنا. حول ولا قوة إلا بالله. حطينا هون صاير موقع البيت. بمدينة خارج كالجاري صغيرة، بس يعني يبين لكم وفيك مثلا تعرفوا ان المنطقة البيت صاير هنا، فيكم تشوفوا الصور، في صور اصلا تشوفوها شو اسمه، او اذا عملتوا على هاي هيك عملتوا زوم عليه يبين لكم شو اسمه شو اسمه شايف هاي البيت، يعطيك انه في منطقة خضراء قريبة منه، يعطيك المسافة له مثل ما حكينا. اذا بدك تعرف شو المسافة في هذا البيت، فانت من العنوان تعرف هذا كوتوكس، هاي بلدة يعني موجزة من كالجاري، بعيدة يعني عن كالجاري. نكتفي بهذا القدر من المعلومات، وسوف نقوم بتحضير فيديو آخر نشرح أنواع البيوت ومواصفاته بس، ولكن هاي تعطيكم فكرة عن الأسعار حسب شو اسمه، يعني هاي 3.5 ملايين سعره، هاي برات المدينة هذا سعره 249,900، هذا سعره 933,000 وهالمواجرة. عرفت كيف؟ هذا بيت جديد، في بيوت شقق بيوت قديمة عفوا بيوت قديمة تكون أرخص، هاي بيوت متصلة يعني تقريبا في أقساط شهرية إلها، هاي البيت اللي نحكي عنه. راح نشرح ان هذول الانواع البيوت المختلفة بفيديو اخر.